99 الفرق والحكام صح متين واحد ما عندهمش الاتحاد الدولي ما عندوش مشاكل في كده، برغم انه اصبحت بعد كده بقت فيه مطالب وبقت فيه انه ويستبعد الحكام. يعني انا فاكر في فرنسا في 98 احنا كنا بره باريس ب 40 كيلو بعيد عن كل في اوتيل واحد بس للحكام فقط، وما كانش في حد تاني موجود فيه. فبالتالي انا شايف انه ما فيش ضرر ان الحكام يبعدوا عن ممتاز. انا حابب اوضح نقطه ذكر كابتن محسن انه مباراه الهلال اكيد فيها ترسبات. اليوم الثاني اللي عقبت المباراه اجتمع المدرب سيارة بلاعبي الاتحاد، قال لهم لن افتح ملف مباراه الهلال اطلاقا، من اليوم نبدا التحضير. الكابتن فهد المولد اليوم الثاني كان عنده انتفاخ في الركبه، قال لي الدكتور انا لازم العب قبل لا يصدر قرار لجنه الانضباط. كان هناك رغبه جامحه للاعبين الاتحاد انه خلاص يغلقوا ملف مباراه الهلال ويبدا التحضير لمباراه الغد. فلذلك يعني كان هذا الامر ايجابي. يمكن تقريبا هو الماخذ على اداره الاتحاد البيان اللي اصدرته عقب المباراه، كان من المفترض الا يصدر، هو صدر وبعد كده اغلق الملف تماما. يعني حتى التصريحات ما عاد شفنا اي رده فعل اداريه، كله بدا التركيز داخل الملعب وفي المعسكر المغلق. جميل، خلينا نشوف كليب